عندنا المدونة ديال الأسرة. مدونة الأسرة طبيعة الحال نحن قدمنا مذكرتنا. مذكرتنا واضحة وليست كما استعملها بعض الأحزاب السياسية لأسباب داخلية حزبية. مذكرتنا تعتمد على القانون ديالنا أولا. القانون ديالنا اش كيقول لنا؟ كيقول لنا الدستور والاتفاقيات الدولية. شدينا داك الشيء طبقناه. ما نساوش بأنه حنايا عملنا من 2019 إلى 2023 في كل تقرير سنوي من التقارير السنوية كاين هناك إشكالات مرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة، سواء فيما يخص الأحكام، سواء فيما يخص الحضانة، سواء فيما يخص النسب، سواء فيما يخص الأموال المكتسبة، سواء فيما يخص البيت الحضانة، سواء فيما يخص كذلك حماية المصلحة الفضلى للطفل. إذا عندنا واحد وعملنا حملات، حملة ديال إلغاء الاستثناء ديال زواج الطفلات وتثبيت القاعدة، عملنا حملة ديال العنف وشفنا القرارات القضائية 180 قرار قضائي، شفنا كذلك المرأة والفتاة المعاقة والنمطية التي يستعملون بها. إذا عندنا إذا جاء إلى جانب الرصد مثلا هذه الطفلة راه شفنا واحد العدد ديال الناس بحال هذا الشيء وجبناه في التقارير ديالنا. إذا اعتمدنا على هذه الوقائع الاجتماعية بعلاقتها بالدستور المغربي. الدستور المغربي شنو كيقولنا؟ كيقولنا احنا اعتمدنا في الوثيقة ديالنا ديال هذا على الاتفاقيات الدولية بالأساس. الدستور المغربي في مقتضياته، والدستور المغربي يحدد بأن الإسلام ديال الدولة المغربية هو إسلام منفتح معتدل ومتسامح. هذه ثلاثة ديال ليكواسيون، هذه ليكواسيون حنا اعتمدنا عليها. عندنا في توابيت الأمة عندنا الملكية، عندنا الإسلام، وعندنا حقوق الإنسان، وعندنا السيادة الوطنية، عندنا حقوق الإنسان اعتمدنا. إذا حنايا اللي كيقرا المذاكرة ديال المجلس كيخصو يقراها في هذا النسق، ماشي يتخيل أشياء. هذا هو للأسف السياسي أحيانا يتخيل الأشياء ولا يأخذ الوقت لقراءة ما يكتبه المؤسسات الوطنية.